تغير، صار يعني ممنوع هلأ اللغة الكتابة العربية نهائيا بالآرما أو على المحل، يعني داخل المحل ما في أي مشكلة تبليغ أنه الكتابة العربية ممنوعة، ونحن هذا الشيء بدنا نتقبله، لأن اليوم الشعب السوري صار أكتريته يعرف تركي، فالتركي بده يستوعب أنه شو مكتوب هون، فالتركي يعني هي هيك إجا الأوامر، فبدنا نمشي عليه. يلا يلا ماشي. داخل المحل ما في اي مشكله، نحن سالنا الضابطه قال ما في اي مشكله بهذا الشيء. هلا في مخالفه ماليه، بس شو هي المخالفه وقديش بالضبط ما استفسرنا عنها الصراحه، ولا هن خبرونا. هلا اللي مرقوا هن تابعين للبلديه، بلديه اسطنبول، استهدفوا هن اماكن تجمع المؤسسات السوريه، اصحاب العمل السوريين، يعني جاي شارعنا هون شارع نزلت الامنيات. هن عم يستهدفوا الارمات، الارما ما لازم يكون، هلا سابقا قصصوا نسبه لغه تركيه ونسبه لغه عربيه، حاليا ما بدهم ولا حرف عربي باي ارما على اي محل موجود بتركيا. مع الاسف، وحتى يتضمن اللوجو هذا الشيء. شيء أرمات باسطنبول حصرا أنه تكون 0%. شافوا كتير في عربي صاير، يعني تصور انت تكون مثلا، حط حالك مواطن تركي، انت ماشي مثلا ببلدك تطلع هيك في عربي انت عم تشيل بدك تقرا بس ما عم تفهمه، عرفت شلون؟ صعبه شوي رح تكون، وهن بتعرف في عنصريه شوي بقى، رح تكون مع ضد هالشيء. بقى اجوا والله يوم السبت وقالوا انه الارمات كتير، يعني اجوا بلباقه حتى حكوا، شافوا الارمات مثلا فيها شويه عربي بس اسمعي تكون هي الشغله الكتابه اللي بالعربي، بدنا نقيمها لانه طلع القرار مشان بس نشيل العربي ونحط بداله تركي.